السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد الكرز أحد أشهر الفواكه الموسمية التي تمتاز بالمذاق اللذيذ والكثير من الفوائد الصحية، إذ بغناه على مستوى مضادات الأكسدة فهو يقي الخلايا من أضرار الجذور الحرة المسببة للأورام. أما باحتوائه على كميات مهمة من الميلاتونين فهو يسهم في تنظيم ساعات النوم ودوراته. وأخيراً ما يهم السكري، فمؤشره وحمله الجليسيميان المنخفضان يدرجانه ضمن الفواكه المفيدة لمرضى الداء. من أجل هذا، فإن كنت تعاني من السكري وترغب في الاستفادة من فوائد الكرز، فينصح حال انضباط جلوكوز الدم لديك بتناول أنصة إلى أنصتين منه، أي حوالي 60 غراماً مرفقة بمصدر من البروتين كالزبادي اليوناني، وذلك خلال حصة واحدة في اليوم. ولكن تجدر الإشارة إلى ضرورة قياس الدم بعد مرور ساعتين من تناول الفاكهة بغية الاستقرار على الكمية المناسبة بدقة. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول الكرز، وإلى موضوع قادم إن شاء الله. دمت ومن تحب بصحة وعافية.